رأبا للصدع وجمعا للشتات ونبذا للفرقة وتصديا للفتن، جاء مؤتمر هو الأول من نوعه حمل شعار التصدي للفتن الطائفية والمذهبية، ليكون همزة وصل بين جميع العلماء من مختلف المذاهب بعد أزمة سياسية كانت أساس فرقة العلماء وتبعا العامة، ليتصارعوا بسيوف ما ظنت الحق، فاختلط المشهد وتعددت الرؤى. ولذا كانت فكرة إنشاء رابطة علماء اليمن لا لتكرس الانقسام وتزيد منه، بل لتكون همزة وصل بين جميع علماء اليمن وجميع مكونات علماء اليمن، وحضنا جامعا يدعو العلماء على امتداد الساحة اليمنية، ليكونوا صفا واحدا إيمانا بنا بضرورة التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع اليمني على وجه الخصوص والأمة العربية والإسلامية على وجه العموم. جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم والتأكيد على تحريم سفك الدم ونبذ خطاب العنف والتطرف من أهم الأوراق التي يلتقي العلماء على تعميمها لضمان حق العيش السلمي لمجتمع عانى الأمرين جراء انقسامه إلى طوائف وفرق عدة. ينشطوا وأن يفعلوا دور العلماء وأن يوجهوا العلماء للاستنهاض فيما فيه الخير وما فيه لم الصف وما فيه اجتماع الكلمة، حتى يحصل للأمة التفافها على ما فيه خيرها في دينها ودنياها، وتظهر به إن شاء الله مظاهر العزة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إذا ما اجتمعت على كلمة سواء، وإذا ما اجتمعت على ما أراده الله سبحانه وتعالى منها. رابطة علماء اليمن أعلنت سعيها لتحقيق أهدافها من خلال عقد المؤتمرات والحوارات الفكرية وإنشاء دار الفتوى ومراكز للأبحاث مبنية على أساس علمي تتوافق جميعها مع متطلبات العصر واحتياجاته، حيث ينتظر الشارع اليمني خطوة صادقة من العلماء في هذه الفترة الحرجة من تاريخه لتخطو به إلى الأمام. محمد الصار، اليمن اليوم، صنعاء.